أعزائي المتداولون، أهلا وسهلا بكم ومع الاستطلاع اليومي من ديلي فوركس. تقدم الدولار الأمريكي بشكل قوي يوم الأمس خصوصا مقابل اليورو والفرنك السويسري، واستمر بتحقيق المكاسب بشكل واسع خلال الجلسة الآسيوية على الرغم من البيانات التي جاءت أضعف من المتوقع. زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي محصور، ولكن الدولار الأسترالي يصمد في الأعلى مقابل الدولار الأمريكي بشكل أفضل من أي عملة أخرى، ونبقى في قناة تصاعدية. قام زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بالاختراق للأسفل بشكل قوي ما دون منطقة التدعيم، والأسعار تبدو بأنها تتجه إلى الأسفل، ولكن هناك مستويات دعم قريبة. استمر زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بالارتفاع بسبب قوة الدولار الأمريكي، وأظهرت مؤشرات على كونه سوف يستمر بالارتفاع إلى المستوى الرئيسي عند 110، والذي من المحتمل أن يوفر بعض المقاومة. شكرا لكم وتداولا موفقا.